إذن عودي معكم للمتابعة. مثل ما قلنا دايما نفكر بنفسنا حتى نقدر نفكر بغيرنا. بخفيف نضيف اليوم رح نجاوب على مجموعة كبيرة من أسئلتكم اللي أنتم بعتوها، فيكم تتصلوا كمان بكارلا مباشرة على الهواء. كارلا كمان بونجور. اول شيء مثل ما سال بالبدايه حكينا انه برتراند راسل الرجل الانجليزي عمل محاضره كثير كبيره واثرت بالعالم، انه ضروري خلال ال 24 ساعه ما نكون ساعات جديه ساعات عمل، لانه وقت ناخذ حياتنا بجديه نحن بخطر، لازم دائما ناخذ الحياه بكل بساطه ونروح لساعات من الترفيه عن نفسنا نقدر نستمر، لانه اذا رحنا من هالدنيا ما حدا رح يحس فينا، رح تكمل الحياه مثل ما هي. وقليل طبعا يلي كثير اشتغلوا مهتموا بنفسهم وقدروا يتركوا بصمه بعدين، بس انه دخلوا التاريخ. يعني ما بقى نحكي بس على اللي دخلوا التاريخ، بقى نحكي عن كل العالم الموجوده على وجه الارضيه. انت كيف تفكري؟ انا من رايك على كل حال، وساعات الترفيه عندي هي وقت اكون معك على الهواء يا جوزيف. طب انا خلص، انا اليوم ما بقى بدي شيء، رح اقوم امشي. خلينا نخلص الحلقه بالاول بعدين نروح. هذا جوابي. بس والله عليك جوابك تحت بعضك على طول. هل بتنصحي بعملية قص المعدة؟ بعرف هيدا السؤال بينسأل كتير، والحقيقة ما في جواب نعم أو لا بهالموضوع. في جواب منقول انه حسب حالة الشخص، هل عملية قص المعدة او الباي باس او اي عمليات اللي عمليات جراحية اللي هي منقولة للاشخاص اللي عندهم السمنة المرضية، يعني هيدي ما مفروض تكون عملية تجميل. بحسب الحالة، هل في عنا حالة بتدعي لهالشيء نعملها. لسوء الحظ جوزيف عم بيكون في كتير اشخاص عم بيخضعوا للعملية عن طريق انه تايشيلوا هالعشرة او 15 كيلو. برجع بذكر انه ليكون الواحد عنده اقل شيء 30 او 40 كيلو ما يفكر يعمل عملية قص المعدة، لانه هيدا عملية كبيرة، عملية ممكن يكون فيها مخاطر، منا شيء. حتى مع العملية سهل. إذا ما غيرنا اللايف ستايل بالأكل صح، بقى ترجع تتمدد المعدة ويرجع ننصح. إي بدي أقول أنا إنه إجمالا بتنجبر أنت وقت تقص معدتك بالأول ما تاكل كثير، بس مع الوقت بدها تصير تكبر ترجع هالجيبة، وبصير الواحد يرجع ياكل أكثر شوي. وعم نشوف كثير من الأشخاص عم بيرجعوا بينصحوا مثل ما قلت جوزيف، إذا ما غيروا بعاداتهم الصحية وبنمط حياتهم. يعني يلي بيقولوا أنا بدي أعمل عملية وما بدي أعمل سبار وما بدي أنتبه لحياتي بالمطلق، هيدا الشيء غلط. نعم. لأن عم نشوفهم عم بيرجعوا بينصحوا، خاصة الحلو بصير أسهل عليهم الحلو. صحيح. من الأردن سيدة عم تسأل إنه هي عملت الانتولرنس تيست، هيدا اللي على شو عندها حساسية على أي أكل، وطلع عندها على اللاكتوز. بعتقد هو عم تقول إنه طلع عندها انتولرنس على اللاكتوز، بس مش عادة بيعملوا فحص للمعدة. نعم. ليبين معهم إذا الواحد ما بيقدر يتحمل سكر اللاكتوز. بس اللي عملها للفحص قال إنه فيها تاكل تشيز. كيف هيدا الشيء؟ في كثير أشخاص very sensitive to كاو برودكت سبيشالي، عندها حساسيه على البرودكت البقري. ايه من منتوجات، اذا بدنا منتوجات الحليب البقر. من الحليب البقر. هون بدي اقول ممكن انه تاخذ المنتوجات يلي مثلا من المعزه او تنقول جبنه المعزه، ممكن انه تاخذها اذا هي عندها حساسيه على البروتين او حليب البقر. بالنسبه ل اذا نحط على جنب، يعني ان كان عندنا حساسيه على البقر او لا، في اشخاص على منتوجات البقر، في اشخاص لو عندهم لاكتوز انتولرنس يعني ما بيقدروا يهضموا سكر الحليب، ممكن انه ياخذوا منتوجات الحليب، يعني ممكن يتقبلوا الجبنه، ممكن يتقبلوا الى حد ما اللبن واللبنه، لانه سكر اللاكتوز وقت يتحول للبن او وقت يصير نعمل جبنه ثلاث ارباع سكر اللاكتوز بيكون راح او تحول للاكتيك اسيد او بطل موجود ابدا. فبالتالي نقدر نحن ولو عندنا لاكتوز انتولرنس او عدم تحمل سكر اللاكتوز فينا ناخد أجبان وقلبان. نحن هنا عم نحكي إذا في حساسية مرضية، ما عم نحكي إذا في حساسية بنص هذا البرودكت أو لا. نحن ما لأنه أنت ضد الفكرة، بس لو ما له علاقة. صح، ما له علاقة. لو سمحتي مدام، ممكن تقولي لي فقر الدم شو ممكن ينعمل له؟ فقر الدم طبعا نحن منقول حسب الحالات، بالحالات القصوى لازم الواحد ياخد جرعات إضافية من الحديد، وهيدا طبعا الطبيب بيشرع إذا بدنا
بدك قديش النسبة قليلة وقدي لازم ناخد جرعات إضافية من الحديد، لأنه ببعض من الأوقات وقتا ينزل كتير معدل الحديد بالدم ما بنعود نلحق بالأكل، بس ما بيمنع أنه نحن مع جرعات إضافية من الحديد نكون عم نركز أكتر شيء جسمنا بيمتص الحديد من اللحوم يا جوزيف، يعني من اللحم الحمراء بصورة خاصة بالأول، بس من السمك والدجاج أكيد. هلأ جسمي كمان بياخد الحديد من العدس، من الفول، من السبانخ، إنما بنسبة أقل من اللحمة والدجاج. فاللي ما بيأكلوا كتير لحمة والدجاج أو ما بيحبوا ياخدوا لحمة والدجاج، منقلهم جربوا عطول دخلوا كل يوم بأكلكم مصدر من الحديد النباتي الموجود بهالمنتوجات مع مصدر للفيتامين سي. يعني أنا بياخد المجدرة مع صحن تبولة أو بعصر عليها حامض، أو بياخد معها سلطة ملفوف مع حامض لأنه الملفوف فيه فيتامين سي وطبعا الحامض فيه فيتامين سي. شنو بتقول لنا الزعتر بشو بيفيد؟ لأنه ولا مرة بنعرف الزعتر بشو بيفيد. بناخد ريما. ريما صباح الخير. غادة، غادة صباح الخير. بونجور جوزيف. بونجور غادة. بليز بدي احكي مع مرة. تفضلي، عم تسمعك غادة. بدي اسألها عن الأتكن دايت. أتكنز دايت. نعم. أتكن. بدي آخذ رأيها لشوف إذا هو بيست على الفات. فإذا حدا عنده الكوليسترول مثلا مثلي أنا على الليفل، هل يا ترى في أعمله وشو رأيه فيه لهالدايت؟ اوكي غادة، جاوبانا ولا جاوبك غادة؟ هلا جوزيف بيعرف انه انا شخصيا ماني من محبذي نظام الاتكنز، لانه مثل ما عم بتقولي نسبة الفات اللي فيه اللي بيخلي الواحد ياكل دهون كتير ولحوم كتير، انا ضدها بالمطلق حتى ولو لفترة قليلة، وحتى ولو في كتير اشخاص محبذي الاتكنز بيخسروا وزن الى اخره، بس انا شخصيا بعيتي شفت اشخاص كتير زادت عنده نسب الدهون بالدم من بعد ما اتبعوا نظام الأتكنز. مش رح أقول هو تحديداً الأتكنز اللي عليلهم الدهون بالدم، إنما ساهم، وهن طبعاً يمكن بيكونوا من الأشخاص المعرضين يرتفع الكوليسترول بالدم. في شغلي على تجربة شخصية أنا بدي أنصحها، وسألتك إياها وقتها تبعنا سوا، انه بعد فتره ما تترك الأتكنز بترجع تستردي بشكل هلأ كتير سريع. هلا هو المشكل بكل الانظمه الغذائيه المنحفه جوزيف اللي هي تتبع لفتره معينه شو ما كانت تكون، ان كان أتكنز يعني بيعطي دهون ولحوم كتير، او الهاي بروتين يلي كمان مش ضروري يكون فيه دهون كتير انما البروتين عالي فيه، بمجرد انه انا انتقل وارجع اكل مثل العادة أو أرجع فوت شوية نشويات بأكله بدي أرجع أنصح. فمن الأفضل أنه لا، بغض النظر أنه نحن ما لازم ننسى أنه في أطعم في أنظمة سيئة، يعني هي ولو اتبعتها لأسبوع أو أسبوعين هي سيئة للصحة، فليش لأنا مشان أخسر من وزني انزع شيء تاني أو اتأذى بشيء في بروتين كتير، يعني كمان هم بتنبه مشكلة الكولون يعني في لا وفي أشخاص كمان على كترة استهلاك اللحوم والدهون بيعرضوا نفسهم لمشاكل صحية مثل ما قلت جوزيف اللي هي إلها علاقة تحديدا بسرطان الكولون، فيفضل انتبه. أوكي غادة، بعرف انا مثلك زعلت بس ما ثانك يو لك كارلا، بنرجع بنشوفك ان الله راد بكره. بكره في عندنا شيء تحضير، رح يكون عندنا تحضير وصفه خاصه لخلال علاج الكيميوثيرابي للاشخاص. رح نروح نحن وياكم عند دكتور الفريد وبرايوتيك بلس.